من جديد مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، مرحبا دائما بالتواصل والتفاعل ديالكم اكيد من خلال رقمنا اللي هو 0522 36 0536. مسابقتنا دائما مستمره معكم، وما تنساوش دائما انكم كتبعثوا لنا الشهيوات ديالكم وصفاتكم على رقم الواتساب اللي هو 0702 02 40 40، على شهاده فهمه. مع فقرة مطبخ إيديال حضري معنا شوربة شوفان إيديال جديدة وشاركينا طريقتك في تقديمها وتزيينها. بعتي لنا صورة مرفوقة بمنتوج إيديال شوربة شوفان عبر الواتساب على الرقم 0702 02 40 40 وفوزي كل يوم بأجهزة إلكترونية رائعة. إذن مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، مرحبا دائما بالتواصل والتفاعل ديالكم أكيد وصفاتكم كتبعتوها لنا كيف قلت على رقم الواتساب اللي هو 0702 02 40 40، وكتشاركوا معنا من خلال انكم تتخليوا الاسم ديالكم بالكامل، مدينه منين نتوما، والشوربه ديالكم شنو المنتوج اللي استعملتيه في القلب ديالها، بالاضافه انكم كتربحوا معنا مجموعه من الاجهزه الالكترونيه المنزليه الصغيره. مرحبا، اليوم غنبقاو في مدينه غنبقاو في مدينه الدار البيضاء. مدينه الدار البيضاء، نقولوا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. الحمد لله، الله يحفظك. الله يحفظك. انا سعيده علينا وعليك بالصحه والسلامه. الله يفرحك ويدخل عليكم باش ما كتمنوا. يا ربي امين. يا ربي امين. شرفيني بالاسم ديالك، عافاك بالكامل. كريمه العدلاني من مدينه الدار البيضاء. مرحبا مرحبا كريمه. كريمه انت شاركتي معنا بوصفه، غتقولنا الوصفه ديالك والمنتوج اللي استعملتي في القلب ديالها. الوصفه ديال هي الشوربه ديال الشوفان بسبع بودور ديال ايديال. نقول الطريقه. اييه مرحبا. بالنسبه للطريقه، خديت واحد الطنجره درت فيها واحد جوج معالق ديال زيت الزيتون. أيه. واحد الورقه ديال سيدنا موسى. واحد شويه ديال المليحه، وحكيت فيها بصيله. أيه. صافي، وشعلت عليهم البوطه وخليتهم كيتشحروا مزيان حتى طاحت ليا شويه ديك البصيله. صافي، من بعد رويت تقريبا القياس ديال واحد جوج كيسان ديال الماء. أيه. غير طلعت ليا فيهم الغليه، خويت فيهم ديك الساشي ديال شوربه الشوفان ديال سبع بودور ايديال. الصراحه اللي زوينه، اللي ما خصنا نزيدو حتى شي حاجه، غير هي بوحدها راه كفايه. كتكون واحد البودور اللي صحيه بحال الحبرشاد، بودور الكتان، يانسون، الحلبه، يعني ما يعني غير رميها في الطنجره وصافي سدي وطفي. صافي، من بعد خليتها فوق البوط على نار مهيله تقريبا واحد 10 دقائق على الماكسيموم، 10 دقائق، حيت كما كنعرفوا الشوفان راه دغيا كيطيب. اييه. غير طلعت فيه الغليه. صافي، من بعد دورتها بواحد جوج كيسان ديال الحليب وقدمتها على هذيك الطريقه، جات رائعه وزوينه الصراحه. هاد الشوربه ديال الشوفان ديال ايديال سبع بوطور هناتنا، وسيرتو في هاد الوقيته ديال البرد مع الوليدات، يعني كتسخنهم وكتنفع. بصحتك بصحتك كريمه، حتى انت غتربحي معنا بلندر بالصحه والراحه. شكرا لك. الله يحفظك ليا. الله يحفظك. الله يحفظك. سنه سعيده عليك بالصحه والسلامه يا رب. شكرا لك كريمه، وشكرا موصول لكل مستمعي ومستمعات. غدا عاود غنشوفوا دائما فائزه جديده معنا. ما تنساوش دائما التواصل ديالكم، ديروا بحال كريمه، الاسم ديالكم بالكامل، مدينه منين نتوما، واكيد الوصفه ديالكم والمنتوج اللي استعملتيه في القلب ديالها، وتعطيونا المقادير بطريقه بحال هكا. صراحه زوينه بزاف. اكيد من خلال التواصل ديالكم على رقمنا الواتساب اللي هو 0702 02 40 40، على شهاده فهمه. وانتي فايتلك جربتي شوربه جديده وصحيه ديال شوفان ايديال؟ حضريها معنا وشاركينا طريقتك في تقديمها وتزيينها عبر الواتساب على الرقم 0702 02 40 40، وفوزي كل يوم باجهزه الكترونيه رائعه.